مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة المباشرة عبر قناة الجزيرة مباشر. نتابع معكم مجريات ما يحصل الآن فيما يتعلق بالقطاع الصحي، حيث نتحدث عن أطفال حادثي الولادة الذين تعرض عدد منهم للوفاة بسبب عدم تحويلهم إلى العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة. طبعا كان هناك مؤتمر قبل قليل لهيئة كسر الحصار ووزارة الصحة، تحدثوا عن أعداد للمرضى المحولين للخارج الذين ينتظرون حتى هذه اللحظة للسفر، بالإضافة إلى أننا نتحدث عن أطفال منهم من توفي ومنهم من لا زال ينتظر السفر وفي وضع لا يحسد عليه لا هو ولا عائلته. نحن سنتجول في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء ونريكم كيف يعيش هذا القسم في ظل هذه التخوفات. سنتحدث مع الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة الأستاذ أدهم أبو سلمي. أستاذ أدهم، يعني مؤتمركم قبل قليل دق ناقوس الخطر، ممكن حديث أننا دخلنا في الخطر بعد وفاة عدد من الأطفال، هل وضعت العالم في صورة ما يحصل الآن في قطاع غزة؟ حقيقة نحن منذ بداية هذا العام ومع النقص المتزايد في الأدوية والمستهلكات الطبية، يعني قلنا للجميع بأن القطاع الصحي يعيش ظروفا إنسانية خطيرة في القطاع، وأن نفاذ تقريبا 42% من الأدوية والمستهلكات الطبية تنذر بكارثة إنسانية محققة، ودعونا الجميع إلى ضرورة النأي بالقطاع الصحي عن أتون التجاذبات السياسية، ومع ذلك لم يستمع أحد إلى كل هذه النداءات التي أطلقت. هناك تبادل أدوار خطير ما بين السلطة الفلسطينية الذي يمنع وصول الأدوية والمستهلكات الطبية إلى قطاع غزة، وحصة غزة الدوائية تذهب إلى مستودعاته في رام الله، وبين الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الآلاف من المرضى تحت حجج واهية، حجج وذرائع أمنية واهية لا أساس لها من الصحة، يمنع بعض الرضع. يعني تخيل أن هناك رضيعا لم يولد إلا منذ 3 أيام يحرم من العلاج، والسبب والحجة هو أنه مرفوض أمني. ماذا فعل هذا الرضيع؟ اليوم غزة وخلال 24 ساعة الماضية فقدت 3 من أطفالها الرضع، الطفل مصعب العرعير والطفل براء غبن والطفل أيضا الرضيع إبراهيم طبيل. هؤلاء استشهدوا إما نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي لسفرهم بعد حصولهم على تحويلة، أو لأن السلطة الفلسطينية رفضت أصلا منح بعضهم تحويلات، أو لأن الأدوية فقدت، كما الطفل إبراهيم طبيل الذي يعني استشهد نتيجة نفاذ أدوية مرضى التليف الكيسي الموجودين في قطاع غزة. قبل أيام ضجت وسائل الاجتماعي بتحويل قطة من قطاع غزة للعلاج، بينما الأطفال لم يحولوا وتوفي بعضهم، كيف تنظرون لهذا الأمر؟ يعني هذه إسرائيل، هذا هو الإرهاب الصهيوني بكل بأدق تفاصيله، عندما تقدم حياة الحيوان على حياة الإنسان، عندما يفضل الاحتلال الإسرائيلي أن يقدم حياة قطة، هذا هو إرهاب أو إنسانية الإرهاب إنجاز التعبير. هذه إسرائيل بكل معنى الوحشية، يعاقب 2 مليون إنسان ويحكم عليهم بالإعدام موتا في المستشفيات أو قتلا بالرصاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ثم يتم الحديث عن قطة وكأنه احنا امام احتلال اخلاقي. نحن امام احتلال مجرم يحاصر شعبنا الفلسطيني منذ 11 عام، يمنع عنه كل مقومات الحياة، وفي ذات الوقت يمنع الأدوية والمستهلكات الطبية عن المرضى، ويعني يأتي على قطاع الصحة اليوم كي ينهار بهذه الصورة الوحشية وبهذا الإجرام. نحن امام ابشع صورة لا أخلاقية ولا إنسانية، واذا لم يتحرك الجميع ويقف امام مسؤوليات وينأى بهذا القطاع، القطاع الصحي، عن أتون التجاذبات السياسية او عن سياسة الاحتلال الإرهابية، سنكون أمام كارثة إنسانية محققة بالتأكيد في الساعات القادمة. شكرا جزيلا الأستاذ أدهم أبو سلمية، الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، ومعي أيضا الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة. دكتور، هل وضعتنا ووضعت المشاهدين في أرقام عدد المرضى الذين ينتظرون العلاج في الخارج ومنعوا حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا ما يزيد عن 2500 حالة تم إرسال تحويلات علاجية لرام الله بسبب عدم توفر العلاجات اللازمة لهم في قطاع غزة، ولكن للأسف خلال الفترة الأخيرة لم يصدر سوى 250 حالة وتم خروجها إلى قطاع غزة، وجزء منها رفض أمنيا أيضا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدواعي غير مبررة، وبالتالي فقط 10% من التحويلات العلاجية هي ما تم إصدارها، وهناك العديد من الحالات
لم يتم حتى الرد عليها من قبل رام الله، وجزء منهم هؤلاء الأطفال الذين توفوا واستشهدوا خلال ال 24 ساعة الماضية. الآن العدد الأكيد أنه 3 أطفال حتى هذه اللحظة بسبب المنع من التحويل للخارج، هل هناك مجال أن يرشح زيادة في العدد؟ بالتأكيد لدينا في هذه الأثناء 2 من المرضى في مستشفى النصر للأطفال، وهو الطفل رشيد الحديدي والطفل محمد القصاص، لديهم تحويلة علاجية منذ 20 يوما ولم تصدر ولم يأتي الرد عليها من قبل رام الله، ويعانوا تفاقما في وضعهم الصحي بشكل كبير جدا، ولربما الساعات القادمة تكون فاصلة كما كانت فاصلة في حياة براء فجر هذا اليوم. طيب دكتور أشرف، فيما يتعلق بالوضع الصحي بشكل عام، هل دخلنا في الكارثة؟ دائما كنا نحذر من الكارثة، نحذر، لكن اليوم في ظل عدم الاستجابة للنداءات السابقة، هل ممكن الحديث أننا دخلنا في الكارثة؟ ونريد أن توضح للناس آلية تقييم الوضع الصحي مستقبلا إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه. استشهاد 11 مواطنا كان آخرهم 3 أطفال خلال 24 ساعة يدلل بما لا شك فيه أن القطاع الصحي وصل إلى حد الكارثة فعليا، خاصة في ظل السياسات المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات ووقف توريد الأدوية العلاجية لمرضى قطاع غزة، وهي مقومات أساسية للعمل الصحي في القطاع، وبالتالي نحن أمام مشهد يعتبر مجزرة حقيقية، يعتبر جريمة مكتملة الأركان ضد مرضى قطاع غزة. القطاع الصحي في حالة تقويض مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، والوضع الصحي آخذ في السوق خلال المرحلة المقبلة إذا لم يتم التحرك. دكتور، طرقتم أبواب المؤسسات الإنسانية العالمية، منظمة الصحة العالمية، أم أنهم لم يستجيبوا أيضا؟ نحن على تماس تام مع شركائنا في المنظمات الدولية، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونروا وغيرها من المؤسسات التي نعتبرها شريكة ومطلعة على الواقع الصحي، وتدرك حجم المعاناة التي نعانيها ويعانيها مرضى قطاع غزة، ولكن حجم التحرك لا يرقى إلى حد الكارثة التي وصل إليها القطاع الصحي، ولذلك نحن ندعو الكل، المؤسسات الإنسانية والإغاثية، بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي وإنقاذ ما هم خلفي من الأطفال الرضع في حضانات المجمع الشفاء الطبي ومستشفيات قطاع غزة. الوضع جد خطير ولا يحتمل صمت القبور التي لا زال يسكن في قلوب المؤسسات الإنسانية والإغاثية والقادة والنواب حتى هذه اللحظة. أشكرك جزيلا الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة. إذن مشاهدينا، كما سردنا لكم، الواقع هنا صعب جدا، قطاع غزة الوضع الصحي فيه متدهور وفي استمرار بسبب قلة توريد الأدوية إلى قطاع غزة وعدم تحويل مثل هؤلاء الأطفال المرضى الذين ينتظرون العلاج في مستشفيات الخارج. طبعا السبب الرئيسي معروف، هو الخلاف السياسي الذي منع هؤلاء الأطفال من الخروج إلى الخارج، وأحيانا يكون هناك دور للاحتلال في منع هؤلاء، وبالتالي المطالبات جميعا بأن يتم النأي بالقطاع الصحي عن الخلافات السياسية، لأنه في النهاية الضحية هم الأطفال الذين توفوا أمس وقبل أمس وقبل ذلك، وهناك يعني ترشيح لأن يكون العدد في زيادة إذا ما بقي الإصرار على عدم تحويل أطفال قطاع غزة للعلاج في مستشفيات الخارج، الذين السبب الرئيسي لتحويلهم هو عدم وجود أدوية أو عدم وجود إمكانيات تساعد على علاجهم داخل قطاع غزة. إلى هنا ننهي مشاهدينا الكرام هذه الجولة، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.